متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها عموميات أو تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع بإذن الله. حيث خلال هذا الأسبوع يتوقع أن تشتد حالة عدم استقرار الجو في المنطقة الجنوبية الغربية، أيضا هناك عودة لنشاط في سرعة رياح البوارح تهب على منطقة الرياض مما تعمل على إثارة الأتربة والغبار في أكثر من مناسبة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد في عموم مناطق المملكة. طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق بما فيها المنطقة الشمالية. المنطقة الشمالية تتأثر بكتلة هوائية حارة، أيضا درجة الحرارة أعلى من معدلاتها. منطقة حفر الباطن أيضا درجة الحرارة في منتصف الأربعينات، أما الشرقية درجة الحرارة قد تلامس 50 مئوي خاصة في المنطقة الداخلية خلال ساعات الظهيرة والعصر. أما بالنسبة لمنطقة الرياض درجة الحرارة تكون في منتصف الأربعينيات، أما المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي. يوم الاثنين أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة في عموم المناطق، المزيد من الارتفاع في المنطقة الشمالية. تبوك تسجل 44 درجة مئوية، أما المنطقة الشرقية أيضا تكون درجات الحرارة في منتصف الأربعينيات، نفس الشيء في منطقة الرياض وعموم المنطقة الوسطى، لكن تبدأ رياح البوارح بالنشاط مجددا في المنطقة الوسطى وبالتالي هناك فرصة لأتربة مثارة. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أيضا تتأثر بكتلة رطبة قادمة من منطقة بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية ومنطقة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وبالتالي تنشط أو تزداد وتتحسن فرص هطول زخات الأمطار اعتبارا من ظهيرة وعصر يوم الأحد أو الاثنين عفوا. يوم الثلاثاء تستمر أيضا درجات الحرارة مرتفعة وطقس مرهق في المنطقة الشمالية، أيضا منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية. تستمر رياح البوارح بالهبوب على المنطقة الوسطى، أتربة مثارة في العاصمة الرياض ومنطقة القصيم. أما المنطقة الجنوبية الغربية تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية في عموم تلك المناطق. يوم الأربعاء أيضا تشتد حالة عدم استقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في تلك المناطق. أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة في عموم المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى، وأيضا ترتفع درجات الحرارة في منطقة جدة لتلامس 40 درجة مئوية. أما بالنسبة ليوم الخميس المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في منطقة حفر الباطن 47 درجة مئوية، درجة الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة والعصر في بعض المناطق من المنطقة الشرقية وأيضا منطقة حفر الباطن. تبوك تستمر درجات الحرارة في منتصف الأربعينيات، أيضا تكون درجة الحرارة في منتصف الأربعينيات في وسط المملكة العربية السعودية. تتراجع سرعة رياح البوارح على منطقة الرياض وبالتالي يسود الطقس صافي إلى قليل الغيوم. تستمر فرص الأمطار الرعدية أيضا في المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الجمعة بإذن الله أو تستمر درجات الحرارة مرتفعة في عموم المناطق، طقس حار في أغلب المناطق وتستمر فرص زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.